سنة رحنا لبطولة الجامعات، وعايزاكي بقى تكلميني عن تجربة اللعب الدولي أو إنك تلعبي في بطولة عالمية. طبعا البطولة كانت كبيرة قوي، ان هي اول مرة تتعمل من فترة كبيرة جدا. كانت اخر مرة 2009 كانت رانيم الوليد اللي كسبتها، وطبعا عشان بسبب الكورونا ما لعبتش وهي بطولة عالم للناشئين مرة واحدة. كان عندي ساعتها 16 سنة، كنا بنلعب تحت 19. لعبت معاهم اول فرق، خدنا اول فرق، كنت بلعب معاهم، كنت اصغر واحدة في الفرق، كنت عندي 16 سنة ساعتها. وبعد كده كان عندي 2 بطولتين عالم، بس طبعا بسبب الكورونا اتلغوا. يعني كنت مصنفه رقم واحد على البطوله، وكانوا بيرشحين ان انا اكسبها وكده، بس ما حصلش نصيب يعني. فطبعا متعودين واحنا صغيرين على بطولات من بره مصر، وبطوله العالم الجامعات زي بطوله العالم، ان احنا كان بطوله العالم احسن 5 لعيبه في كل دوله، بطوله العالم الجامعات احسن 2 في كل دوله، فدي اصعب برضو، اقل وموضوع اصعب. فطبعا كانت حاجه كبيره بالنسبه لنا ان هي بطوله عالم مش بطوله عاديه يعني. لما سافرتوا كانت ايه اصعب ماتش او اصعب حاجه عليك؟ كان احنا سافرنا كتير يعني، العالم، خلينا نتكلم على بطوله الجامعات. بطوله العالم طبعا يعني احنا الحمد لله في البنات فارقين عن بنات بره مصر خالص، بس طبعا في الفاينل كان الموضوع صعب قوي. كنا ضد ماليزيا، وكنا كسبنا اول ماتش مع هانيا رقم واحد، وكذا بطوله العالم كسبت 3-1 ضد واحدة ماليزية. وماتش اللي فيصل اللي هو لو احنا كسبنا احنا خلاص كسبنا البطولة، لو احنا خسرنا يبقى في ماتش فيصل ما نعرفش مين فينا هيكسب. وموضوع كان بريشر اكتر على اللعيب التالت، اللعيبة التالتة اللي هتلعب معانا بيها يعني. فالحمد لله كسبنا 3-2 في الماتش التاني، واحنا كسبنا البطولة. دي كانت اصعب حاجة في بطولة العالم يعني، ساعتها كان الفاينل يعتبر. دايما بنقول ان البطولة يعني او المباراة لما بتكون على ارض بلدك بتبقي مطمنة. كنت حاسة بالاطمئنان ان البطولة هنا؟ يعني انا بحب العب بصراحه في بلدي يعني، واهلي موجودين يعني. اللي احنا اهلي كان بيسافروا معايا على طول قبل الكورونا، بس بعد الكورونا الموضوع بقى صعب، ما بعرفش اسافر، ان في PCR ونقعد محبوسين في الاوض وكده. فطبعا انبسطت ان هي تبقى في مصر يعني، وبرده يعني برده فيها برده حته فيش شويه، اللي انت هي حلوه ووحشه في نفس الوقت يعني. ليه بقى؟ بس حلاوتها احلى يعني. وحشه ان هي مثلا ناس كتير جايه تتفرج بقى، وبس ولازم بقى نكسب بتبقي متوتره ان في ناس قاعده بتشجع وكده لا عامه يعني، مثلا الناس لما بتيجي تشجعنا مثلا واحد يبقى تعبان، تحس ده بتشجيعهم اساسا بيبقى احسن، يعرف يلعب، يعرف يتحرك. بس يعني كان موضوع بالنسبه لنا في الفاينل في الفردي كان موضوع يعني مش ما فيش تشجيع قوي، اللي انا كنت بلعب ضد زميلتي المصريه. فاحنا بس من اول بطوله كنا بنلعب مع ناس من اجانب، بس الفاينل كان مصري كده كده، فالموضوع ما كانش سهل. لكن في الفرق طبعا كنت بنلعب ضد فرنسا، فلا كان بقى ناس كتير قوي جايه، ووزير الشباب والرياضه، كل الوزراء، معظم الوزراء كتير جدا جت كتير جدا، فطبعا كانت حاجه حلوه يعني.